صليتم على رسول الله
ثلاثه ودي مهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليله ده اول ليله بقول ده في اول ليله معش مره اسمع، نادى مناديا من قبل الله يا داعي الخير اقبل، يا توم الخير، يا اهل الخير، يا اهل الفلاح، يا اهل الاصلاح، يا اهل التقوى، يا اهل الطاعه، اقبلوا على ربكم. فمرحبا بكم في اول ليله من ليالي رمضان. ولكم كلام كلمه من قلب الجد، والله العظيم وحشتوني جدا. صليتم على رسول الله؟ بس الصلاه على رسول الله، احبكم في الله بعد الصلاه على سيدنا رسول الله. اسمع جيد، نعم نادى منادي من قبل الله، يا باغي الخير اقبل. عايزين نشغل خير في رمضان ونغير طعمه. تعال نتغير في رمضان، تعال نغير اللسان في رمضان، نغير السمع في رمضان، نغير البصر في رمضان، نغير القلب في رمضان، نتغير عبادي من ساسنا البصر نتغير في رمضان. تعال نعيش عيشة النبي محمد في رمضان وفي غير رمضان المفروض. بس انت في رمضان اتكشفت، انت في رمضان اتكشفت. اسمع من ابوي وعنقول يلا قوم الصلاه، صليت مع رسول الله. اسمع، انت اتكشفت مع نفسك في رمضان، يعني اي معصيه تعملها في رمضان اوعى تقول شوشو. مين هو شوشو؟ بيقول اجابه صح ياخد 5 جنيه من الارض واحد جنبه. مين هو شوشو؟ خذ اللي جنبك. صليت على رسول الله؟ اسمع، صليت على رسول الله؟ نعم. اوعى تقول شوشو ولا اخوان. صليتم على رسول الله؟ نعم. رب الكعبه، اياك ان تفعل معصيه تقول لا الشيطان، تتاخر على الصلاه تقول الشيطان لا. رب الكعبه، اسمع بعد الصلاه على رسول الله، انما رمضان قد صفدك الشياطين، مرضة الجن، فانت معكش للحاجه بس واحده او عدو واحد لك. مين هو؟ نفسك يا باشا، يا بطل، يا زعيم، يا قائد، يا معلم. صليت على رسول الله؟ نفسك. فان انتصرت عليها في رمضان انا ابشرك، فوالله باذن الله سوف تبلغ ليله القدر، لانك لو تغلبت على نفسك فلن يجدك مولاك الا على طاعه، صح ولا غلط؟ لو انتصرت على نفسك لم يجدك الملك الا على طاعه. فاياك حبيبي ان تهرب في رمضان، اياكم ان تهربوا من الصفوف في رمضان، اياكم ان تخوى المساجد بعد 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام. اوعى اذا انت خلفت العهد الذي بينك وبين مولاك، اطال في عمرك ووصلك اول ليله ثم تعطيه اول ايام ثاني ليله ثالث ليله، قل والله ما عندي وقت، صليت على رسول الله. حبيبي واخي في الله، دعوا الصلاه على سيدنا رسول الله. نعم، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نادى مناديا من قبل الله يا باغي الخير اقبل. كمل الحديث، ويا باغي الشر اقصد. كفاياك يا معلم، كفاياك. ما تعدش، مش تعدش من الذنوب، ما تعدش من التقصير، ما تعدش من اكل اموال الناس، ما تعدش من ايذاء الناس، ما تعدش من ظلم الناس، ما تعدش من قتل الناس. يقول لك رمضان جالكم، افتح صفحه بيضاء مع الملك. حتى لو كان يزنوني يا عم الشيخ، والله لو كان، لو كنت بقطع السمك وليها، ولو جبت لنا سمك حماتي وصليت على رسول الله. ايوه رب الكعبه، سيبك كل اللي عندك، او رب الكعبه كل اللي عندك. حبيبك قال رمضان الى رمضان، والصلوات الخمس الى الصلوات الخمس كفارات لما بينهن اذا ما اجتنبت. يعني انت بمجرد وصولك لرمضان، ورمضان اللي فات عدى عليك، إذا أنت قدمت بين رمضانين، صليت على رسول الله، وهنا يبشرك النبي قد غفرت لك ما كان بين رمضان الأول. صليت على رسول الله، هل أنتم مستعدون يا عباد الرحمن؟ إن شاء الله سوف نلتزم المسجد إن شاء الله. أما الذي معلق له، متى نبدأ صلاة التهجد؟ يعني من بكرة وبعد من النهاردة من الأسبوع الثاني؟ أنا عارفك، قول حتى لو ما جيتش صليت على رسول الله. متى نبدأ؟ إن شاء الله هذه الليلة. سوف نبدا ان شاء الله رب العالمين. صليتم على رسول الله؟ عايزين الساعه كام يا احباب؟ الموضوع، الموضوع اهو يا احباب، موضوع شورى، موضوع ديمقراطيه زي ما بيقولوا، زي ما موافقه. الساعه كام يا احباب؟ 12 ونص. حلوه؟ كتير يا احباب، ساعه واحده بس هتاخدها معانا. والله ساعه، والله العظيم عايزين يقعدوكم على رمضان، والله العظيم اعدت لكم عده ب 2 مليار جنيه مسلسلة. وانت البطل، خلي بالك انت البطل، مش البطل هو الممثل. البطل يا احبابي، احبابي اخواني في الله، البطل، البطل هو المستمع. انت اللي بتنجح المسلسل وانت اللي بتفشله. فتعال انت بدل ما تنجح المسلسل وتبوظ معاه رمضان، تعال نعيش رمضان. كم ملايين من البشر هم الان تحت الثرى، تحت التراب، كانوا يتمنون ان يكونوا معنا في رمضان، صح ولا
بل لا والله كم من أخوة لنا في المستشفيات خرطين من كل مكان وإنت لا الحمد لله وإن شاء الله رح يقولك بس مسلمان يا عزيز والله يبارك حوزع فعلا والله الجماعة اللي معرفهم رمضان حلاكم إن شاء الله يعني أكل يروحوا بعدين باليوم يعني إن شاء الله يا حبيبي أختي لا أصبر في رمضان أصبر دون السعادة عزيز الساعة 12 طب في ناس بيجي من برا الساعة 12 حلوة حلوة فعلا 12 الله أكبر أخ عمل عملت صح إجابة صح صليت مع رسول الله موافق إن شاء الله صليت مع رسول الله إذا بعد الساعة 12 أوعى ما تجيش لو ما جيتش وأنت سمعت كلامي أبو قول لي ما جيتش اسأل نفسك وجاوب على نفسك نحن نعيش في السدس الأخير من الليل الساعة 12 في تلك الساعة يقول الملك هل من سائل فأقضي؟ هل من مسافر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ إلى أن تخرج أو إلى أن يقطع الفجر. مستعدون إن شاء الله يا أخوان؟ أسأل الله أن يبارك فيكم جزاكم الله خيرا وقوموا صلاة الجمعة.